ضيفتنا اليوم الفنانة زين عوض. ما حنحكي عن المجال الفني، رح نحكي عن مجال جديد داخلي فيه، وهي بكل ثقة وزخم كمان. أول شي رمضان كريم. رمضان كريم، كيفك أنت ورمضان؟ تمام الحمد لله. عم بتخبريني هيك بتحضروا سفر وكذا؟ أكيد يعني كتير بحب هيك أعيش الأجواء مش مقتصدين؟ مش عم بتحسوا مع الناس اللي عم بتموت من الجوع يعني بالصومال؟ هو الجو بشكل عام كتير حلو وبجمع الأهل وبجمع القرايب، فأنا كتير بحك بحس في حميمية هيك رمضان. زين، سمعت إنه أنت دخلتي، يعني هذا اللي خلانا حمسنا إنه نحكي معاك اليوم، بمجال غير الفن اللي هو تيدكس شباب شباب عمان. شو هو هذا تيدكس شباب عمان؟ نحكي عن تيد أول شيء عشان نعرف الناس. تيد هو حدث منظم من الناس تلقائيا. تيد هو تكنولوجيا، اختصار لتكنولوجيا ترفيه تصميم. أي حدا عنده فكرة مبدعة، عنده فكر يستحق الاستماع والنشر، إنه عنده شيء جديد ممكن يغير بحياة الناس، بيقدر يشارك بتيد ويكون ضمن السبيكرز المتحدثين اللي بيطلعوا بيشاركوا بتيد. طبعا انا كثير سعيده بهي التجربه الفريده من نوعها، يعني لانه بعتبر هذا الابداع بشكل عام هو شيء بيغير حياه الناس للاحسن، سواء بالحياه الاجتماعيه، تعاطي الناس مع بعض. يعني بحكي بشكل عام عن الابداع، يعني الابداع بيعطينا متنفس، بيعطينا طريقه جديده نعامل ونربي اولادنا، نتصرف بطريقه ثانيه. فتيدكس تيدكس مش تيد تيدكس اللي هو نظم تلقائيا، هي بدات الفكرة قبل 25 سنة بكاليفورنيا، وبعدين قد ما الناس حبت الفكرة ولأنه الناس نفسها، يعني أي حد بيقدر يشارك، هو مش حدا مثلا علماء ولا حدا، مش مختصر على فئة معينة، مو مختصر، أي حدا عنده فكرة بالتكنولوجيا بالتصميم بالإبداع بيقدر يطلع، بالفكاهة كمان، بتجربته الخاصة بالفكاهة بيقدر يطلع يحكي. فصار بأي بلد ممكن تاخذ تيد، يعني انه ينعمل تيد بأي مكان، نعمل تيدكس تيد سي صح، ونعمل كمان بعمان. بعمان هلا شباب عمان، هلا شباب عمان اللي هو ب 19 11، وطبعا اي حد ممكن يشارك. رح من هلا بلشتوا تحضروا له؟ بلشنا نحضر، ويعني كثير متحمسين لانه بصراحه الـ زي ما تقولي الانرجي الطاقه للشباب اللي عم بيشتغلوا، طبعا كلهم متطوعين، عم بشتغل مع فريق إلي الشرف اني اكون معاهم، قد ما عندهم هاي الروح الحلوه للعطاء والإبداع، وكلهم يعني هيك متحمسين للعمل طريقة كتير حلوة. وبتمنى إنه الناس اللي حابين يعرفوا أكثر إنهم يفوتوا على فيسبوك، الويب سايت، الويب سايت اللي هو تيدكس، تيدكس يوث عمان. عمان. طب هلا أنت كيف عم تستقطبي هالموهوبين والمبدعين؟ بس هلا أنت حصروا لك دورك في مجال الفن. هلا أنا بما إنك أنت فنانة، بما إني فنانة مسؤولة بمجال التقييم عن الداخلين بالفئة اللي هي الفنون الأدائية، يعني أي حدا بموسيقي، رقص، غناء، أنا مسؤولة بإني أقيمه. وطبعا هاي تجربة كتير حلوة لأنه أنا كمان عم بتعلم منهم وعم بتعرف على أشخاص مبدعين ومش معروفين، مسلط الضوء عليهم، مش معروفين بالضبط، لكنهم فعلا ممكن يقدموا لنا شيء جديد، سواء بصوتهم بعزفهم. عم بيكونوا شباب صغار ولا كبار؟ ممكن يكونوا صغار، يعني اجاكم اعمار مختلفه؟ اجانا اعمار مختلفه، حتى في بنت 9 سنوات دانيا هي اصغر مشاركه، يعني كمان حيكون لها دور. ايش موسيقيه بتغني؟ لا هي اعطتنا افكار، يعني اعطت تيدكس افكار من عندها انه ليش ما نعمل هيك، ليش ما نعمل التنظيم. وكمان تيدكس تنظيمه له تنظيم، يعني طريقه خاصه اللي هو اي سبيكر بده يطلع يحكي بيكون في له وقت معين، 8 دقائق 5 18 له وقت محدد، بهذا الوقت بينشر افكاره وبيشاركها مع الاودينس الناس. طيب تيدكس العالمي بيختلف عن تيدكس الاردن؟ لا هو نفسه. نفس الشيء، نفس الافكار، انتم بس طبقتوها بالاردن. طبقناها، وبيختلف انه بيئتنا وثقافتنا مختلفه، فكل واحد يعني بتقدر تسمع، بس الفكره اللي بتلمنا كلنا اللي هي الابداع، اللي هو دائما الافكار مختلفه بتضيف لنا شيء جديد. يعني امبارح عم بشوف على اليوتيوب، عم بقرا كم توك، فجاه تخيلت انه كانهم عم بيلخصوا لي كتاب، يعني كانه هيك تشبيه، انه بهال 18 دقيقه لخصت لي شيء انا ممكن اقراه او ادور عليه، قد ما هو حلو قد ما هو بيغذي. مثلا ست حاكي عن تجربتها الشخصيه انه انا عانت من الم، فبتقول لك انا هلا بحمد الله اني انا واقفه، انا كنت بين الحياه والموت، فاحمدوا الله انه عندكم صحتكم مثلا. هاي ضمن الاشياء، يعني هذا اشياء
في كتير كتير مواضيع. أي شيء فكرة أنتوا بتشوفوها إنه هي تستحق إنه الواحد يشوفها، ناس تعلم منها بتبنوها وبتعرضوها، بيطلع بيحكي على ستيج المتحدث وبيقول عن أفكاره بكل تلقائية، والناس طبعا يعني لهم مشاركه بانهم بيتفاعلوا معه، بيزقفوا له طب الناس هذول يعني انتم اكيد هي الدعوه مش مفتوحه، فانتم بتدعوا ناس معينين يعني دعوه تتوجه؟ الدعوه للي حابب يشارك اكيد. لا احنا بدنا الناس اللي احنا بدنا نستمع، اللي بدنا نشوفهم، احنا بدنا نشوف انت عم بتقدمه على المسرح. هلا في كل فئه، في ويب سايت، وفي يعني في ناس السبيكرز لهم لجنه، الموسيقيين والمسؤولين عن اللي بدهم يغنوا هيك لهم لجنه، فانهم بفوتوا على الويب سايت بيعرفوا اكثر عن تيدكس انه وين ممكن لحتى يشاركوا يعني. اوكي، انه ممكن والله يحطوا اسمهم او يبعثوا ايميل. والناس الموهوبين هذول عم بيعرفوا من خلال الانترنت ولا من خلال معارف اصحى؟ كيف عم بيعرفوا عنكم؟ يعني بصراحه الناس بترشح ناس، يعني ناس بتقول لناس، كل حدا بيسمع بتيدكس عم بيقول، وانا عم بقول لاصحابي للناس لانه هذا شيء مبدع جدا. وليه اللي بيعرف ممكن يكون في ناس مبدعين بس ما بيعرفوا حدا بيعرف عن تيدكس ويروح عليهم، فمثلا ليه ما وسعتوا طريقه المعرفه؟ يعني لا احنا بنحاول من خلال بالانترنت انه نعمل زي حمله على الفيسبوك، على انه يعني عم نحاول قد ما بنقدر انه نتوسع في الموضوع. اوريدي صار بتيدكس تيدسي وكان اقبال كبير، يعني 1500 شخص، وكان جدا مبدع. وانا يعني بنصح الناس انه تيجي لانه كثير كثير شيء رح يكون مختلف وحلو. مدارس، اولاد صغار طبعا، يعني الفولنتيرز كمان المتطوعين المشاركين اللي هم من التيم، في منهم كثير طلاب مدارس وجامعات، وشوفي قديش هذا شيء عظيم انه متبرعين بوقتهم لحتى يجوا يشاركوا بهذا العمل الكبير اللي راح يغير بحياه الناس. قديش راح يغير انه شوف انت شو عم تحكي أفكار عنه بحب كثير عم تحكي انا وعم بسالك عن اغنيه ما عم تحكي عنها هيك. ما هو الحب هو اهم شيء انه يكون في الباشن، الحب لاي عمل، وانا امنت فيه لانه بصراحه حبيت الروح بالفريق، حبيت كيف كلنا عم نشتغل بحب، لانه حاسين انه في بالاخر يعني نقله نوعيه، عم نغير، عم ننشر شيء. عم طب رح يضيف تيدكس شباب عمان لزين عوض كفنان شيء؟ اكيد اكيد طبعا، يعني الفنان له رساله، وانا يعني اذا رسالتي اقترنت بشيء بفيد الانسانيه، بفيد الاطفال الكبار، ممكن انا بتقييمي لشخص ممكن اني اضيف له شغله من خلال خبرتي الموسيقيه او الغنائيه، وكمان هو زي ما قلت لك راح يعلمني شيء. بكفي اني تعرفت عليه وتعرفت على انه في عندنا بالاردن مواهب كثير كثير كبيره، وبتمنى انه يعني نبدا فعلا من خلال تيدكس نطلعها وننشرها ونعطيها فرصة. ممكن يعني يكونوا من الحضور ناس مثلا موسيقيين، منتجين، انه اذا شافوا طبعاً في موهبة طبعاً يتبنوها أكيد. يعني عم تفكروا لسه بدي اقول لك انه من الناس، في منتجين، في سبونسرز، في ناس يعني في ناس تيجي سبونسرز للحدث هذا، فمن ضمن الناس اذا حدا شاف موهبة لافتة طبعا ممكن يعني باي مجال. انت عم تحكي على العزف، على في شفنا كمان فريق جمباز بنات مدربين حالهم على اغنيه وعملوا هم رقصوا الاغنيه على الجمباز، فاول مره شفنا اغنيه يعني تنرقص بس جمباز ايقاع، يعني جمباز ايقاعي مش باليه، يعني شيء هيك غريب. فدائما بنقول اي حدا عنده موهبه غير عاديه او موهبه وبده يطورها، بده يعني عندها مستقبل. هلا انتم بتاخذوا كيف بتقيميهم؟ كيف بتختاري انه هذول راح يكونوا يوم 19/11؟ كيف راح يكونوا معكم في تيدكس شباب عمان اللي حيصير في البحر الميت؟ كيف يعني بتشوفي في عنده شيء مميز او ممكن تطوريه خلال هالشهرين ثلاثه من هون ليصير الافتتاح؟ في طبعا في اوديشنز اللي هي الايام اللي بنستضيف فيهم المواهب، بدها يكون الموهبه يعني كيف غير عاديه، يعني بده يقدم لنا شيء جديد، يعني اذا بيغني بده يكون صوته مختلف وادائه هو مقدم ضايف شيء لادائه، عرفتي يعني انه الابداع انه ما نقلد حدا، انه احنا نكون من شخصنا ضايفين على موهبتنا، يعني بكل بساطه ما فيها تعقيد. يعني كثير شفنا ناس، في ناس عم تطلع تحكي بالراب، يعني مثلا بيكون بيرقص، هذه كثير صايره ها، بيرقص مثلا بس عم بيحكي عن قضيه هو عايشها، انه احنا عايشين بهذا المكان الفقير واحنا زينا زي الناس، احنا بس بدنا حد يسمعنا مثلا. ممكن مثلا تطلع وحده مثلا تعزف بهاي المقطوعه الموسيقيه بتكون عم بتعبر
عن شيء مثلا، عن شيء معين، اختيارنا بيكون انه شيء ديفرنت، مختلف، مش شيء عادي يعني. شيء هلا اذا كان شيء مثلا موهبه عاديه او هيك، نطلب منه انه ايش فيك تطور حالك مثل ما قلتي، وبرجع لكم بعد فتره معينه، نعطيه بس هنت، ما بنقول له شو يعمل، انت من حالك من نفسك بتشوفوا اذا في هو الزلمه بيقدر، او الصبي يعني بيقدر يخترعوا شيء جديد. في شاب كان مخترع جهاز، فطلب منه انه من لجنه بالفريق يعني، انه ايش ممكن انت تطور هذا الشيء لحتى يخدم وفعلا ينتشر يعني، الناس تتداوله. فيعني شيء كثير رائع صراحه، يعني رح يضيف لك كثير، بكفي يضيف لك المعرفه ويضيف لك زي ما قلتي. انا سعيده انه بحب دائما اكون مشاركه بعمل زي ما قلتي يتواكب مع رسالتي بالفن، انه الفن مش بس انه انا عم بغني او بدي انشهر، مش هيك ابدا. الفن رساله، فالرساله هاي بندرج تحتها كثير شغلات للانسانيه، والعطاء بالدرجه الاولى هو بجمل هاي الرساله. قد ايه عم بياخذ من وقتك هذا الشيء؟ يعني انا بنظم وقتي بحيث انه يعني باوقات معينه بننظمها انا والفريق، اني اقدر اطلع مثلا ساعه، ما عم باخذ كثير بقدر انه افكاري، يعني كثير بفكر دائما، قاعده بحاله تفكير مستمر. وهذا الشيء اللي انا مبسوطه عليه، اني بحب دائما مخك شغال، مخي شغال افكر انه ايش ممكن اعمل، ايش ممكن اطور، حتى بحياتي الشخصيه مش بس، دائما بفكر. عرفتي هاي مشكله، هاي مشكله طبعا، بتعب. زين انت عملتي شيء لرمضان؟ عملت زي فاصل صغير بنحط على قناه روتانا وفن، هلا بينزل. الفنان وائل الشرقاوي ابدع بهيك جينجل صغير، حبينا نعمل زي سلوغن، كيف مثلا بمصر بيقول البيت بيتك، بسوريا يعني هيك في لهم سلوغن. عن الاردن فقلنا انه الاردن من الله بخير، يعني نقولها دائما. نقدر نسمعها منك؟ اوكي يا. بدون مايك هيك؟ من غير هيك، صوتك ما بده مايك ما شاء الله عليك. تا تي را 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 را، هل هلالك يا رمضان، يا مرحب شهر الغفران، شهر التقوى والإيمان، رب ارحمنا يا رحمن. هل هلال شهر الخير، والأردن من الله بخير، وهل هلال والأردن من الله بخير، والأردن من الله بخير، الأردن من الله بخير. نسلم هالتم. Thank you. بالنهاية يعني ما بحب يكون في نهاية للحديث معك الصراحة. أنا كمان بستمتع معك. بس آخر شيء بدي أسألك قبل ما أنهي، إنه في حدا من هاللي شفتيهم المبدعين لفت انتباهك، عنده شيء أنت شايفة رح له مستقبل؟ بصراحة يعني أنا كنت يعني عندي حالة ذهول من اللي عم بشوفهم، إنه صغار وبأعمار مختلفة مدربين حالهم. بصراحة معظمهم اللي شفتهم هيك بسطت، حسيت انه في مستقبل حلو. حبيت مخامات اصوات لبنات غنوا، كان كثير يعني، كانوا كثير هيك تركوا بقلبي تاتش، هيك تركوا بقلبي لمسه يعني. وبتمنى لهم مستقبل. اخترتيهم يكونوا معكم؟ يعني بصراحه هي عمليه الاختيار لسه، احنا لسه بحاله الاوديشنز، انه نختار نقيم، بس ببالي وبفكري انا كثير في ناس يعني علموا في قلبي، وحسيت انه لهم مستقبل كبير ان شاء الله. طب ممكن براني هيك مثلا ندعمهم؟ ان شاء الله طبعا ممكن. اكيد طبعا. يعني ممكن انت بتفكري انه مثلا اذا شفتي حدا عنده هالموهبه هاي، وكثير عن الناس عندهم مواهب صح، بس يمكن ما عندهم امكانيات، ما في عندهم ناس وراهم طبعا، هي هاي هي اللي بتصير. وفي ناس بكونش عندهم شيء بس في ناس وراهم بتلاقيهم صاروا شيء. صح. فانت بتشوفي من هذول في حدا ممكن؟ اكيد بدهم تشجيع، وبدهم لانه ثقتهم بنفسهم موجوده، حضورهم لافت وموجود، لانه الحضور مهم، هذا مسرح يعني مش شيء. طب ونحن زين عوض امتى رح نشوفها؟ ان شاء الله قريب، ان شاء الله قريب، بوعد انه يكون في شيء قريب ان شاء الله. عم بتحضري؟ انا كثير بنبسط اني التقي معك ديالا، وهيك اتقابل مع جمهوري اللي بحبه كثير، اللي دائما بشجعوني وبلهموني للاحسن، فدائما هيك بفكر ايش ممكن اقدم. يمكن بطول شوي بس بيكون شيء هيك ان شاء الله مميز. بالضبط يعني السرعه ما مرات واحد بندم لا عليها، بس انا بحب اتأنى شوي، فان شاء الله هيك شيء بيحبوه يا رب ان شاء الله. زين عوض، مشكرك، مشكور حضورك، بتمنى لك التوفيق بهالتجربه الحلوه. رمضان كريم على الجميع.
ورمضان كريم عليك إن شاء الله. وأهلك إن شاء الله، شكرا. ونشوفك قريب أكيد بعمل فني مبدع إن شاء الله. كالعادة.